كما أوضح وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أنه سيتم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، وذلك اعتمادا على دراسة المناهج وأنظمة التعليم في عدة دول أجنبية. وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم إعادة توزيع المواد الدراسية ودمج عدد من المواد لطلاب الثانوية العامة، مما يحقق زيادة اكتساب المهارات والمعارف، وذلك بطرق التدريس المبتكرة. عندنا 32 مادة تقريبا في المرحلة الثانوية، بعض النظم المطبقة في مصر بنتكلم في 8 مواد او 9 مواد او 10 مواد، فالفرق كبير جدا. فاحنا اللي قلنا ان احنا محتاجين المواد الأساسية هنا تبقى موجودة، فاتكلمنا ان احنا في بعض المواد اللي احنا هنقدر ننزل ندرسها ونضم بعض المواد وبعض المناهج في شكل العلوم، بدل ما بندي كيمياء وفيزياء واحياء بقت علوم متكاملة، لقينا برضو بعض المواد نرحلها لسنة ونرجع لسنين. فشوفنا هذا الامر عشان ندي المساحه، بالوقت احنا عايزين لكل ماده 130 ساعه تقريبا في السنه، عشان نجيب 130 ساعه عايزين حوالي 5 أو 6 حصص في الاسبوع، لو الحصه 45 دقيقه او 50 دقيقه. لو وصلنا في العدد ده استحال احنا نفسنا ندرس اكتر من كده كان، بس الوقت لا يسمح بهذا.